هتحط بقى الباميه على النار، بعد كده تحطها في التلاجة تبرد، وتقوم عصر عليها الليمون عشان يبقى طعمها مزز. حلو، عصر على الليمون على ايه ده؟ ايه ده؟ عصر الليمون ايه ده؟ ايه ده؟ كفته. ما انا عارفه، هو انا عميت؟ ما انا عارفه انه اكل، مش ده الاكل اللي انا قلت لك حطه في الفاترينا للزباين؟ طب ما انا بحطه في الفاترين. وهي فين الفاترين؟ اهي. سمعت عني؟ لا. ما تسمعش عني مين؟ صح؟ المرأة الخضراء؟ ما تخليش اضربك. ليه؟ ما تخليش ادوقك ايدي عامله ازاي؟ آه. روح حط الاكل مكانه وتعالى شوف الزباين. اهو يا ست. ما تاكلبالا. على ابو الشكل. قلت حاجة؟ قلت ايه؟ قلت حاجة خالص. لو راجل قول قلت ايه؟ ما قلتش حاجة خالص. خالص خالص. امشي. يا رب يجي لك تسلخات وقت. ولا قلت حاجة. بدعي لك، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا شيخ. آه يلا شوف الزباين. مساء الخير. عشان احنا المفروض مش شايفين. ايوه معلش. مساء الخير. مساء الهنا. كنت عايزه اسال على مطعم قريب من هنا. سبحان الله، احنا المطعم القريب من هنا بجد. طب بصي انا عامله دايت ومحتاجه يعني نظام اكل معين وكده. اه يعني مثلا عندكم ستيكس؟ ستيكس؟ ستيك؟ ستيكس عليك وعلى شكلك. كانت سمينه في بيتنا ولا ايه؟ لا صدقني بس والله حضرتك فهمت غلط. امال ايه؟ ايه يا مدام، في ايه؟ انت جايه تساعدي تشتمينا؟ والله ما قصدي كده. ده خلاص خلاص بلاش ده لو مضايقك. إيه عندكم سيمون في مي؟ ايه سيبه يفلق ليه ده؟ في ايه؟ في واد مين؟ حد سرق منك حاجه؟ يعني انت مسروقه؟ مالك يا مدام؟ انت فاهميني غلط. طب خلاص خلاص بلاش دول. عندكم مكانك؟ اثبت مكانك. عارف انا الحاجات دي بتحب البوليس والجو ده، صح؟ يا مدام عيب، يا مدام، يا مدام عيب. انتوا ازاي مش فاهميني بجد؟ دي انواع اكل على فكره. دي انواع اكل؟ خلاص بلاش دول كلهم. عندك باش بوتيتو؟ مين اللي ماشي على بطاطو؟ ايه؟ انا ايه؟ انت يا جزم. هو ايه مصيبه انا؟ ايوه انت اللي مشيت على بطاطو. همشي على بطاطي ازاي؟ احط بطاطي وامشي عليها ازاي يعني؟ دول وجعوك مشيت على بطاطا. مش هعرف احطهم همشي عليهم ازاي؟ يا جماعه انتوا فاهمين غلط. طب انا مش عايزه اكل، هاتي لي الاكل اللي عندك. النعناع يا سلام. ما تقولي كده من الصبح يا ست. ما تقولي كده من الصبح. والله انتوا مش فاهمين حاجه خالص. لا الست دي بتعمل اكل حلو مع انه ما يبانش عليها، بس اكلها حلو. ماشي خدي عينيا دي. الله، ده بقى عيش هي اللي عاملاه. شكله حلو قوي. طب معلش ثانيه واحده. هاي جايز، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين النهارده بقى. جايز النهارده وانا ماشيه في الشارع عديت على مطعم حلو قوي، اكله بجد حلو جدا. اي حد طبعا هيجي هنا ياخد 20% ديسكاونت. انت بتبعشاشي من جيب ابوكي اللي 20% ديسكاونت. ليه 20% ديسكاونت؟ انا غلطان. اقول لكم تعالى مين انا ارد عليك؟ بتتكلم ليه؟ ايه ده؟ انا صاحبه المحل هنا. يعني انا عليا 70% ديسكاونت على اي حاجه هتاكلوها هنا. اوكي يلا باي. عايزين حاجه مني؟ اه بمناسبه السعيده دي انا طالب القرب منك. يعني ايه؟ يعني ايه مش عارفه يعني ايه طلب القرب منك؟ وعارفه ماشي على بطاطا والحاجات اللي انت فيها. عايزه اتجوزك. ايه؟ طبعا انت بيئه قوي. ايوه صح، هو بيئه. اتجوزيني انا. الناس البيئه دي في ايه ياي؟ شوف البت تقول عليها ناس بيئه. انا عرفت العيال دي، البت دي من العيال اللي بيقولوا على الطعميه جرين بيتش. عرفتهم انا عارف. جرين بيتش يا جاهل، اسمها جرين برجر. جرين برجر؟ ايوه ايوه. انت الجرين بيتش كله انت. الجرين بيتش بالاكوا مارك بتاعه بالدنيا مزليطه. تعالى تعالى احجز لك للبيت. تعالى اوعى. تعالى خلاص خلاص. تعالى خلاص بقى خلاص. يبقى تقف هنا محترم تشوف الزباين. ماشي حاضر. يلا خش انت. ما تسيب الطبق ده عشان لو حد جه عايز يدوق. اخرس. السلام عليكم. في ايه يا؟ ايه ده؟ هو ده محل؟ عبيط. خد يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ده محل؟ ده محل. هي دي فجوة زمنية؟ بتلف وتيجوا ناس تانية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تردش، كون ترد تكسب واحدة كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيقول كل الحاجات. ما تيجي عندنا. عندكم فين؟ البنزينة. بنزينة ايه يالا؟ ما الراجل ده اللي فولني. مين ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ده عنده انفصام في الشخصية يعني. في انفصام، في انفصام واحد ده انفصامات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بقيت بس بكسب على طول يا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكسب. برا بص ماشي. أيوة مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بص لو دخل الإسلام جديد مش هيقول السلامات دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش كلام وما حفظت غير الكلمة دي. مفيش. طه. السلام عليكم طه. ها. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه ده وليه قلب جد؟ هو. السلام عليكم. هنرشهم هنرشهم هيردوا بكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده ايه ده في ايه؟ وعليكم. وعليكم السلام. يا الحمد لله غرق تقريبا الصوت نزل لحد ما والله يا حبيته قوي راجل بيلف ينشر السلام في البلد. مين ده يا ابني؟ دي رسالته ما اعرفش. ده واحد قال انا سمعت كل حاجه بعدها السلام عليكم ومفيش. بس ده راحه منه مش الحمد لله. انا هدخل جوه بقى. يلا السلام عليكم. السلام عليكم يا عم. السلام عليكم يا عم. السلام عليكم يا حبيبي. اقف مكاني شويه. لا اقف انت شويه. ما اليوم ماشي في سكه هبله والله. انا قلت من الاول خليك انت عبط مع الناس. انا كتب الحفره اخبار وايه عايزين ننجز. السلام عليكم يا ابني. عايز امشي من هنا. ولا محمد ولا محمد. خد يالا. انا مخنوق قوي. اه ليه حصل ايه؟ عمال احفر 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 والارض ما بتتحفرش. ليه بتحفر بايه؟ بقلم فرنساوي. تحفر بقلم فرنساوي؟ عمال احفر ببج مصري. مش هيحفر مش هيحفر. انت جايب خبير فرنساوي ده قلم. احفر يا حبيبي بكوريك. انا اندالك الكينج. بقى كينج؟ كينج لا. انا اندالك الكينج. موسلام موسلام. رانين داون ذا ويند. يا كينج سيبك هيتعمل عليك. رانين داون ذا ويند. ايه؟ في حاجة اسمها رانين داون ذا ويند. غني له كده. طيب. الراجل ده ما حفرش بيحفر بقلم. ما عشان ده حمار. لا يا معلم هو والرجاله اللي جوه. الارض ناشفه قوي يا معلم. ما انا عشان كده كلمت ابراهيم. ابراهيم؟ ابراهيم اه. ابراهيم؟ ابراهيم اه مدرس اول جيولوجيا. واحنا هنحسن مجموعنا ولا انا مش فاهم؟ ايه عباقى ساكت ده؟ ايه يا ابراهيم ده؟ موني. هنعمل ايه بابراهيم؟ ايه ده يا موني؟ هنعمل ايه؟ مدرس جيولوجيا. ايوه هنعمل ايه؟ عارف الارض تتحفر ازاي؟ هو لسه هيجي واحد يشرح لنا الارض. امال نعمل ايه؟ انا مش عارف. هنسرق السنه الجايه يا عم. ايه ده بقى؟ طب ده هيجي امتى ابراهيم ده؟ ابراهيم ايه ده هنا؟ لا 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 ليه؟ انا الكينج يا ابني. لا 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 يا كينج ما يصحش كده. يعني ايه تسيبوني المركز بتاعي والطلبه قاعدين ولا فاهمين حاجه وانا عمال اشرح اشرح وهم مش فاهمين حاجه؟ وبعد كده انتوا ما تعرفوش مين ابراهيم البراكيني. ابراهيم البراكيني خسوف خسوف طهور. بس بقى ما تكملش بقى هيك ما تبدعناش. انت واثق في ابراهيم؟ امال ايه. طب خليه ينجز عشان انا خلقي ضيق النهارده. بص ايه ايه يا عم مالكش دعوه. ايه ده الارض اللي هناك دي قاعدين احنا بنحفر فيها جوه مش قادر تتحفر. ممكن تقول لنا مالها؟ حاضر يا كينج. انا هعمل لكم تجربه كده بسيطه ونعرف الارض مالها. بس الاول اسال الاساتذه الشطار شويه اسئله. ايه ده؟ ده موجه ولا ايه؟ معلش معلش انا من زمان ما اتسالتش. اتفضل. ها يا شطار قولوا لي ايه هي انواع التربه؟ التربه صخريه وتربه زراعيه وتربه حشيش عشان تعرفوا تحفروا. ايه ده يخرب بيتك انت جبتها منين دي؟ اه ده نتمسك بيها دي يا حمار. يبقى ابعتها لي على المحل دي ما تجيبهاش هنا قدام الناس. حاضر يا انت. ايه ده انت لقيت رغيف على الارض في ايه يا بنجزنا؟ بتختبرنا ليه؟ شوف الارض مالها. خلاص يا كنج لو سمحت ما حدش يتكلم معايا غيرك. انا هشوف موضوع الارض. ده دينك قوي. لو سمحت يا بيه. ايه ده ثانيه واحده. ها يا بسم الله. خلاص هياخد دواء السرع وهيبقى زي الفل. تلاش ده بيعمل عمل. ايه ده حضرتك بتعمل ايه؟ ده مسح جيولوجي. ده على كده امي مسحه جيولوجيه كبيره بقى بجد. والله احنا كل وقفه مسح جيولوجي مسح جيولوجي. اه والله بنزعق بابويا والله. ايه اللي مسح جيولوجي؟ بص يا ابراهيم لو ما انجزتش انا والله لو قتلتك ما اخد فيك ثانيه. انا قلت لك يا كينج ما حدش يكلمني. اوعى لو سمحت. سيبوها يا جماعه. تنك قوي. والله مدرس كان بيديني يا ابني جيولوجيا في الثانويه. الثانويه انت دبلوم صنايع. اه ده هيمدد ساعه.
ايه ده؟ الارض مليانه قشره ارضيه، هو انتوا بتستعملوش شامبو ضد القشره؟ لا شامبو بقى وقى. لا ليه؟ عشان انا والناس. انا ربنا كاتب لي عمري، ليه ده ياخده؟ ليه؟ عشان هو مين؟ عشان انا. يا عم انت جايب حماده سلطان يحفر الارض؟ عشان انا. ما يقول معلومه. عشان انا. حاضر يا كابتن. خلاص معلش معلش معلش، هنجيب لها شامبو. حاضر. انجز. حمرا ولا قرع؟ انا اول مره نجربها. وايه ده حمرا ولا قرع؟ معلش لا انا اسف، انا مش عارف، انا اسف. ركز يا ابراهيم. ثواني. عاجبني تنك قوي قوي. اهو اهو. ايه ده؟ رفاعي ده. اه يا تعبان تعبان. ايه في ايه؟ اهي حتة فحمة موجودة في الأرض، معنى كده إن التربة دي بركانية. يا سلام، ده شارع يا حبيبي، هتلاقي فيه زلط وف، يعني لو لقيت منديل في الأرض، الأرض هتبقى بربورية. أنت دماغك فيها إيه يا إبراهيم؟ إبراهيم يا عم إبراهيم دماغه فيها دي، أنت مش شايف؟ طب خلي بالك إن أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. ده إيه، كنت بتتوضى يا حاج ولا؟ على حاجة مهمة جدا. إن الأرض دي ملتهبة. لا حول ولا قوة. ومع الالتهاب ده ممكن تطلع عصير. عصير ايه؟ عصير مانجا وجوافة. لا بقى كفاية. ايه؟ ما عندكش أب وأم يقولوا لك عيب. ايه ده؟ خلاص يا إبراهيم بقى. لحظة من فضلكم، لحظة. يا عم لحظاتك وحشة. ها ها ها. ايه؟ بص. أيوه. الأرض دي مش هتنفع تتحفر نهائياً، لأن التربة دي صخرية. لا ده كذب بقى. لا معلش اشوف بقى عم ابراهيم. اتفضل. انا هشوف بقى انا يا جماعه واحكم بنفسي ان شاء الله. ايه ده؟ ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، انا لسه شايف الهلال. رمضان بكره. رمضان بكره؟ قالوها شوقي. سبعه زبادي يا شوقي والنبي. يا عم انت جبت لنا السنه واحنا واقفين هنا. انجز. وين سبعه زبادي؟ بص انت مدان وما عملتش حسابك، خليهم 8 يا سيدي. 8؟ زعل قوي من 7. حول ولا قوة. الارض دي مش هتنفع تتحفر يا عم. اقول لك الحاجة، مش هينفع اخد انا عينه واحللها، انت توديها ماما للمختبر. طب ما نوديك انت مستشفى المجانين. انت عيان يالا، انت كبرت وبقيت عيان. طب بص بقى، هتوديها ماما المختبر وما تسقاهاش ميه لمده يوم كامل. ليه؟ عشان تبقى صايمه 6 ساعات على الاقل. لا قلبه ميت والله، وجريء قوي قوي. كل كلامك غلط. طيب ابراهيم، طيب انا اقول لك بقى في الاخر الحل المظبوط. الارض دي مش هتنفع تتحفر لان التربه صخريه، لذلك انت تجيب واحد بتاع دايناميت. هو واحد بتاع ايه؟ دايناميت. دايناميت يا عم. يا إيه عم الشكل ده في الاخر يقول دايناميت ليه؟ خلاص اقلع إيه إيه الشنب. مش عارف امي تمثل بيه. لا يا اما تلزقه عدل. انا هلزقه لك بعد كده. لازقه بكله، بس هو شد الكله كلها. بقى من غيركم المال هو عمال يقول دايناميت لازم كله. طب من اول مش عارف تمثل ولا تلزق ولا ايه القرف ده؟ المهم الدايناميت ده تجيبه، لان المهم هو اللي هيفرق. طب روح انت الزق الشنب، يلا الزقه عدل. انت جايب لنا واحد جاي يضحك بس. انا مش عارف هو ملغوش على نفسه. انا كنت قلقان من ساعه ما سمعت ابراهيم دي. بس هو قال حاجه صح. قال حاجه، ده اصح حاجه قالها في الاخر. قال ايه؟ لازم نجيب بتاع ديناميت. صح، انا اعرف واحد بتاع ديناميت كويس اجيبه. هو بتاع سميت، تعرف منين بتاع ديناميت؟ يا جدع انا عارف، مالكش دعوه. منين؟ انا الكينج. ايوه هتجيب منين واحد بتاع ديناميت يعني؟ هجيبه. هتجيبه ازاي؟ معايا رقمه بس بدور عليه. يا كينج انا مش مرتاح لشعرك، انا مقلق. يا اخوانا هو محل الرفاع للمأكولات الشتويه فين؟ يا جدعان. الرفاعي للمأكولات الشتوية، هو ده المحل. بسم الله الرحمن. السلام عليكم. انت عامل دوشة ليه؟ انا مش عامل دوشة. عامل دوشة ليه وصدعنا ليه؟ صدعتك هنا لسه جاي. بقيتنا ليه؟ بقيتك فين؟ اسف. عامل دوشة ليه انت؟ عايز ايه؟ عايز اكل لو سمحت. ما عندناش اكل. مش ده الرفاعي للمأكولات؟ ما تقرفوناش. عايز كفتة. ما عندناش كفتة. ما تقرفوناش. انا اسف. اتكل على الله. أنا آسف. ما تقرفوناش. انا اسف. عمال اقول له عندنا اكل. طب دوق يهديك يرضيك، البعيد جالوسطين واقف اهو. هو ده جالوسطين. جالوسطين؟ طب اقف وراه. ما تعرفوناش. ايوه ايوه ماشي.
اهلا يا بيه، اتفضل. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا بيه. امرني. الامر لله. يعني كنت عايز يعني اكل. في عند حضرتك كميات؟ في اكتر من كميات اللي واقفه قدامك. امرني. لا ما اقصدش يا مدام، يعني اقصد كميات طلبات كتير، يعني حفلات مناسبات كده. ده تخصص. انا بقى قول لي انت عايز ايه وسيب لي انا بقى امخمخ. انا عايز كل الانواع اللي على النت اللي انا شفتها على الموقع. عيني موجود يعني؟ بس ارفعي راسك. حاضر. ده سفره وناس مهمه في البلد وناس اجانب. اقول لك على حاجه، انا كل الزبائن اللي عندي اجانب. لا وكل اللي شغالين عندي اجانب. زي. طب وتصدق بايه؟ لا الواد دمه امريكيه. دمه امريكيه؟ يس يوردون. ايه يا مدام ده فيه؟ ايه ده؟ طب ابوه هند؟ لا بقى لا عندي رمضان يا لا انت شكلك مش مصدق. ولا 1 2 3 4 5 6 A B C W Y Z. ايه ده؟ ايه ده؟ عشان نخلص انا قلنا نرجع. اخرج. اتفضلي يا مدام. ده عربون. دول كام ان شاء الله؟ 5000. ماشي. وان شاء الله بكره على العصر كده هبعت لك الباقي واخد منك بقيه الطلبات. تسلم يا فندم. كميات كتير ان شاء الله. ارفع راسي ان شاء الله. اتفضل يا سلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. الراجل انبهر انبهاره. شفت اما قلت له ان انا اجنبي؟ ايه ده فيه ايه؟ ايه يا باشا؟ مالك؟ لا اله الا الله. ايه اللي حصل؟ مش عارف، حسيت كده زرقان كده. زرقان؟ زرقان ايه؟ الدنيا. انت بقى عندك سكر؟ لا. عندك ضغط؟ لا. يا عم انت كويس، روح العيال. طب سلام عليكم. ده لو على قفايا مش هيلسوع كده. هي زي قفايا بالظبط عادي يعني. بس انا حسيت هو في حاجه. يا عم لا انت كويس، ما فيكش حاجه. يعني انت ما توهمش نفسك. هو الوهم ده عندك؟ يا سيدي ما تهمش نفسك. طب سلام عليكم. مع السلامة. يا ابني ده انا اتضرب على قفايا احسن يا مدام. ليه؟ ما فيش الكلام ده حضرتك. انا هصدع كده. معلش امشي بس. طب سلام يا استاذ. سلام عليكم. بقول لك ايه يا باشا؟ ايوه. شفت يا باشا؟ شفت مين معاك ومين عليك؟ دي اتقطعت. شفت؟ قطعت. ايوه اتقطعت. قطعت يا كدابه. طب ما يصحش كده، خيطيها بقى يا مدام. ما انا بقى عشان اشوف القطع فين وخيطه. طب سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جزمه تضرب الراجل على قرايته ليه؟ انا برضو شفت كسبنا كام في اوردر واحد؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه في اوردر؟ ايوه حلاوه. طب انا هدخل جوه بقى اعدهم على مهلي. ليه؟ 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 انا اتشليت، ما انا اعدهم انا. اتفضل انت خش جوه. ماشي. يلا شيخ نفسك شقك واحده البلد. حاسب حاسب الحوت الاخضر. حاسب يا الحمد لله فلت بوركي كتاتاك. الحمد لله. بس كده ايه يا سمارة؟ ايه يا سمارة؟ في ايه؟ ايه؟ الحمد لله ربنا استجابني. انت متجوز كينج كونج؟ قوله هتشيلنا على كفاها كده وتنزل والله ونقعد نلعب باليه على دراعها. معلش بقى ايه عشان الساعه 12. الساعه 12 تنزل يعني إيه؟ بعد 12. طب انجز يا معلم، بقالك 7 ساعات بتدور على رقم. انا مش فاكر الواد كنت مسميه ايه. افتكر بس هو محمد كنبه. محمد كنبه. عطيه نجفه. عطيه انت انا مسمي لكل واحد بشغلته عشان يعني ده شغال كنبه وده شغال نجفه. لا ربنا يشفي. خالد سرير. خالد سرير. ما تشوف محمود رنجه والنبي نفسي فيها. محمود رنجه اهو. محمود رنجه. طب نضفه وكلمه. ابراهيم مستشفى المجانين. ابراهيم ده اللي جه صح؟ مستشفى المجانين تقول لنا مدرج جيولوجيا. ايوه صح. ايوه صح. انت جاي تكتشف دلوقتي. اسماعيل ديناميت. اسماعيل. بقول لك ايه؟ هو انت لازم كل اللي تجيبهم اسرائيليين؟ انا ما بتفاءلش بالاسامي دي. اسماعيل زي ابراهيم ولا بني ادم هنكلمه عادي؟ لا اصل انا مش بدي. الو يا اسماعيل انت فين يا حبيب قلبي؟ على سمعه. على سمعه. تجيب لي دلوقتي. انت فين يا؟ لا هات اللي في ايدك وتعالى. يلا حبيبي يلا. سلام على سمعه. سلام عليك. سلام. جامد على اسماعيل ده. ما تقلقش عيب عليك. اصل انا خارج من سلام عليك. سلام عليك. اهو سلام عليك. ازيك على سمعة؟ يا كينج حبيب قلبي. يا سمعة ايه اللي انت لابسه ده؟ انت جاي تصغرني في الحتة؟ ليه يا عم؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ نفسي انت ايه؟ نينجا كركر ولا ايه؟ ايه اللي انت لابسه؟ نينجا ايه؟ نينجا ايه؟ نينجا كركر. كركر؟ يا عم هو اليوم ماشي في سكة هبل ملهاش آخر والله. ماني السلام عليكم. بص ماني. حاضر حاضر يا كابتن. بنسلام بنسلام.
ده انتوا رايقين قوي. يا الله. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت جاي لعيال صغيره؟ ده لبس الشغل يا باشا. ايه بتشغل ايه؟ انا بلبس كده وانا رايح افك القنابل. طب انت جاي تفك قنبله؟ لا انا كنت بفك قنبله. انت كلمتني وقلت لي سيب اللي في ايدك وتعالى. انت جايب القنبله وجيت. إيه؟ جايب ايه؟ ايه؟ القنبله؟ يا عم ايه يا عم والله؟ انت شايف بيقول ايه؟ ايوه ابراهيم واسماعيل عمود هنا. اليوم والله راح في سكه خطر. ايه ده بس؟ ايه ده جايب القنبله؟ ايه ده بس؟ أيوة. نفهم بس فاضل لها قد ايه؟ لسه يا عم بدري. لسه قد ايه؟ الحمد لله. دقيقتين. لا اعمل لك زي لا اعمل لك زي ايه؟ دقيقتين مش هنلحق نصلي. دقيقتين اعمل له زي ايه؟ بس انت قدم المشيئه يا رب. هنلحق والله. طب فكها يا سيدي. عيب ده ضيفنا ضيفنا ضيفنا. ايوه يا سيدي ضيفنا هنواجه مع فكها. معلش بس ممكن طلب ايه؟ تدفع كوبايه شاي 50. يا طب شربوا زي ابويا يا جماعه. بنعناع يلا بتحبوا يا جماعه. احبوا نعناع يا حبايبي. هنشربوا هنشربوا. لا 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 يا يابا هنشربه فوق واحنا طالعين فوق. هنغليه في جهنم براحتنا مالكش دعوه. هنفكها فوق يعني؟ فاضل قد ايه؟ لا نفك هنا عشان ما يطلعش فوق. خلاص انا بحب الشاي المغلي خليه يسمع. يا عم لسه والله فاضل دقيقه و40 ثانيه. ما فيهاش هدوء ما فيهاش هدوء خلاص. ليه ليه ده؟ انت مش عامل حسابك ليه طيب؟ مش عامل. طب يلا يلا فكها. ثواني ثواني يا جماعه هفكها. نبي بسرعه والله. نبي انا عايز اعيش. يلا 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 فكها. يلا يلا انت بتكلمها انت عايزها ترد. ايه ده؟ انت رابط ده سبيكر ده ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ ماما ايه؟ ماما ايه؟ في قنبله. لا لا بقول لك ايه الا الام انت عايزه يموت كافر يا حبيبي. الا الام ايه؟ امه لا رد على امك. يا طب فاضل قد ايه وقت بعد اذنك بس؟ ثلاث دقايق. ثلاث دقايق زي ما كانوا دقيقه و40 ثانيه. ما انا لقيت القعده حلوه قلت ازود. طيب يعني بصراحه حبيب قلبي حبيبي يلا والله انت مأجر عجله. إلا زود. طيب بقول لك ايه؟ افتح نص افتح نص بتاع عسل. اه والله افتح نلعب مالتي. طب هات الدرعين بالله عليك يا 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 اسماعيل. انجز. ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبي. بتحب امك شكلك قوي. لا دي بسرعة امي. ايه ده؟ دي المدام. بس انا بقول لها يا ماما. يا انت من اللي هو بيقول لمراته يا ماما. اه معلش معلش. لا لا انت عامل زي ابويا. بس ابويا ما بيقولش يا ماما بقى. ابويا كان يشوف امي في الشارع كده يقول عبد الرحيم. عبد الرحيم ايه؟ ما يقولهاش. طالع لجدي. جدي اصلا كان لما بقى يدب دب في ستي كده اقول سيد. هو ما بحبش اقول يا يابا يابا. بعد اذنك بسرعه بس بسرعه بسرعه فيكم بس عشان ما يتشبشبليش لما اروح. ماشي ماشي. اللي روحت يعني. ماشي. ايوه يا. ايوه يا حبيبي بسرعه. ورقه وقلم بس معايا. يلا معايا. ايه هتمليك دعاء الموت؟ انا حافظه. لا 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 مفيش وقت والله. هي مش حافظاه. احنا ماشي ماشي. يلا بسرعه بس. نص لانشو. لانشو بسرعه والنبي. لا ده احنا هننفجر احسن. نص لانش ماشي بسرعه بس عشان الوقت بيقل. كلمطه زيتون. كلمطه زيتون. ايه ده؟ ايه يا حاج يا فيلي بيفك قنبله؟ بقول لك هيموت. ايه ربع بسطرمه. اخر واحد ضعيف قدام الستات صوته يعلى يعلى فاضل فيه. ايوه ايوه يا ابني احنا مالناش لازمه. احنا نموت احسن ما نروح نكفي يضربونا. بتقول لك القنبله اللي في الفرن تقفل عليها ولا؟ لا 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 قول لها تسيبها. لا سيبيها. عايزه بيض. عايزه بيض بيقول لك؟ ها؟ اه بتقول لك هات كرتون البيب بسفرين. بسفرين؟ بسفرين. هو موبايل. ايه اللي كرتون البيب بسفرين؟ هو كده اوبشن. ماشي ايوه بسفرين. خلاص هيجيب كل حاجه. حاجه تاني اسالها. لا لا بتقول لك لا اله الا الله. يلا في رعايه الله. باي يا بيبي. يلا طب شكرا جزيلا. ايه ده دي بتسحب في كلامنا السحب. سحابه زي الشيتوس والله العظيم. سحابه زي الشيتوس. شيتوس فك يا بيه. افكها. فضلت يا نهار ابيض. ايه لسه 10 ثواني. لا ده احلى 10 ثواني قبل الموت دول معروفين. 10 ثواني ده انا ممكن نخرج نتفسح دول. 10 ثواني. ايوه لا لا خلاص اسكت ثانيه هموت. لا 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 ولا بقول لك تيجي نحجز لبنان في ال 10 ثواني دول. يا حبيبي 10 ثواني. يلا ساحل. يلا ساحل دلوقتي. يلا ساحل. طب استنى استنى ال 10 ثواني بقى كده يحضر معانا الملك يموت معانا. ايوه ايوه ده هو اللي كان. انا بحبه. تعالى يا ملك. هو اللي جابه يموت معانا الكينج. طبعا بقول لك ايه كينج. لسه ما فكتش القنبله. فاضل 10 ثواني وهنموت كلنا دلوقتي. تندهلي ليه؟ عشان تموت معانا. طب يلا خدوا ساتر. يلا ساتر. يلا خدوا ساتر. ناخد ساتر. فكها يلا بقى. يلا فكها عدل. يلا حاضر ماشي. يلا خد ساتر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بتعمل ايه؟ بقى مش لاقي ساتر بند عليه. يا حبيبي تعالى ورا الباب. ماشي حاضر بسرعه يا حاج. فكها عدل. يلا يلا خلوا استخبى. Yeah.
يلا بينا على الإمة. يا سيدنا يا سيدنا احنا متنا وفي جهنم صح؟ الرأس ده في جهنم صح؟ انت فكيت القنبلة يالا ولا بتستغنى يالا؟ انا نزلت الأغنية الحمد لله. أغنية ايه يالا؟ الأغنية دي لما نزلت كانت قنبلة والله. انت جاي تستغنى انا يالا؟ لا والله. ايه ده ايه ده سواقي انت كل ده عشان تنزل أغنية؟ اه اه يا عم بقول لك ايه السلام عليكم في ابراهيم في اسماعيل حرام عليك كل ده بينزل وما تخليه يتصرف فين يا ابن القنبله اللي هفجر بيها الارض هي يا باشا القنبله اهي هي دي اه اهي ماشي كده شغاله بتعد وكده بتعد كده خلاص فصلت انا عاملها لك ايه بكوبس كوبس ايه هي نجفه ايه اللي عاملها لك بكوبس ايه اللي انبهار في كده انا يا بيه هنموت بكوبس ليه يا عم ما تقلقش بقى ما هو عشان تقفل تفتح مش عاملها لك زي الجرس اللي هو الدوس طب بتسحب كهربا دي ولا ايه لا 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 شغاله حبيبي على سمعه يلا ماشي على سمعه اللي انت على الله موفرها دي قنبله تانيه ماشي ده هو دي بتنزل لسه لسه ايه يا عم لا انا لسه عايز اعيش سلام بقول لك طالما بتفهم في الكهرباء تعالى انا عايز اعلق لمض رمضان يلا بينا يلا 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 احنا عشان احطها في الارض يلا بس خلي بالك انت لما تحط حاسب فيه انت احطها بقى هنا لا 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 بقول لك ايه ما تيجي ننسب يا معلم احطها هنا اتفجر من هنا يا معلم سيب الساندوتش في اي حته ساندوتش ايه يالا انت يالا خد يالا سيب الساندوتش في اي حته ما تركز بقى معايا بقى لا بقى الكلام فاضي في ايه بص تحتي مش ورايا تحت ايه ده ايه الدبانه اللي دخلت عليك دبانه لابس ابيض ليه بس ده باشا باشا مساء الخير يا نهار اسود ايه مساء الخير مساء الخير مساء النور انا ظابط على فكره هما مش قايلين لك ولا ايه يا باشا ليه على فكره يعني ما هيك يعني احتمال كل حاجه فيها احتمال باين ما شاء الله هيك النجوم دي ترقيات كبيره ما شاء الله لا دي شطاره انت واخد 10 من 10 جنبهم هو اليوم ما انت عظابط صح انت مش ظابط مستحيل الدماغ دي دماغ عظابط انا فين ايه في ايه ده انا كنت عايز اطلع السلك طلعت المايه استنى معلش ده عنده كسور يا عيني معلش معلش يا باشا اساعدك المهم. يا في ايه يا باشا انت موترنا اساعدك يا باشا استنى بس اول مره البس البدله بدله دي يا حاج العهده هينفخوك في الاسم بينادي عليها من الصف والله احمد احمد حوي ايه ده كانوا بيتفرجوا على ايه والنبي لا لا ده ما بيحاولش قنوات امال ايه بيحاول رصيد يا باشا حضرتك والله يعني بس هقول لك ايه لا لا ما تقولش حاجه يا باشا حضرتك عايز ايه مننا والله انا كنت معدي في المنطقه فسمعت صوت لبش وحركات كده ولاحظت حاجه الباشا مخبيها إيه آه لا لا ما فيش حاجه خد ايه ده ايه ده خديتكم صح ايه ده خدينا ايه انت سمعت الصوت ده جه منين انا مش عارف والله ايه اللي حصل ازاي الصوت ده جه لا حد هزله الحجيره ولا حاجه حجيره امال ايه حجيره ايه امال ايه هو ده بني ادم وده فاكره ايه شايفه فانوس فانوس ايه بس ده باشا ما تعرفناش بالباشا انا الضابط لواء عقيد عميد لا استقر وتعالى احنا قاعدين نشوف بتحلم بايه وتعالى يا باشا انا عندي كل الرتب ما شاء الله يا باشا الحمد لله يا باشا وحضرتك الضابط دارس ولا موهبه لا انا انتساب 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 انت ضابط في كليه التجاره يا باشا لا يا باشا انا بذاكر شرطه في البيت الحمد لله بتذاكر شرطه في البيت ماما عامله لك اسم صغير يعني لا حاجه كده على قد طب يلا احنا بقى عشان ما نعطلش الباشا اوكي خلينا اجل 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 عارف المايكات اللي في العتبه اللي متسجله دي اي حاجه بجنيه ونص يبقى المايك قد كده بس الصوت ما شاء الله الحمد لله حاسب البنطلون يقع بس لا لا انا امطر احنا بنشكر يعني وزاره الداخليه كلنا انها قدرت تفصل هيك طقم بالمقاس ده ان شاء الله الحمد لله نص متر عملوا بص طقم طقم ده بتاع العيد انت بتتصور بيه في العيد ده هيك عايز مننا ايه والنبي يا باشا عشان اليوم ضايع انا عايز اعرف ده ايه بالظبط دي قنبله ايه ده ايه الصراحه قنبله بس كده غلط بيقول بيقولوا ما مش قالوا مش غلط
مش عارف. بص انا ما اعرفش حاجه اقول بيقول. لا دي هنفجر بيها الارض هنا يا باشا عشان بنفتح قناه بل عندك كده باذن الله. قناه ايه؟ قناه كده قناه تلفزيونيه يعني كده. قناه تلفزيونيه؟ بس انت لو فرقعت القنبله دي ممكن تتعور. ممكن ايه؟ تتعور. تتعور؟ ابتدى بمصائي الخير وصل لتتعور. جمله وهيختفي. هو اسمع منه. عايز حاجه مننا يا باشا؟ هتتعور. معلش هناخد بالنا. يلا يا عم هناخد بالنا. خلي يلا كل شويه عندي عليك على الكونتات في ايه مش هينفع كده؟ خلاص خلاص الله خلاص. ما ايه ده في ايه؟ ما تزعلش. هاتها. ايه الذل ده؟ ظابط مفتري. اتفضل يا باشا اتفضل. المساحات وقعت بس وقعت العدسه. معلش معلش يا باشا احنا ماسكين يا باشا. مش هينفع. ايه طب عايز مش هينفع تفرع القنبله. خلاص انت عارف لو فرعت القنبله هتبقى نوتي. ماشي انا عايز ابقى نوت. انا عايز ابقى نوت. هعاقبك عقاب جسيم. هتمدني ولا سجن ولا هعيدك على نوت تشير لوحدك. ايه الولد عامل ايه في الكلاس معاك؟ مغلبني معاه. لا لا روسي ودنه. روسي ودنه يا ميسي. مغلبني معاه كل اصدقائه المجرمين قاعدين ساكتين. اشمعنى هو؟ معلش معلش حضرتك بيندهوا عليك جوه الناظر. عايزك خلاص وعد وعد. ما تفرقعوش القنبله في حد. حاضر. عايز تفرقعها فرقعها في البوت. ماشي ماشي. حاضر. ايه ده؟ الو 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 الرفاعي للمأكولات الشتوية. جيب بطانية يعني وأنا باكل ولا إيه؟ في إيه يا عم؟ الو هاو ار يو مان؟ هاو ار يو مان؟ ار يو جود؟ أيم جود. ار يو جود؟ أيم جود. ار يو جود؟ I'm good. If are you good, I'm good. Okay? I'm customer service from the bank behind you. If you want to create a bank account, what for your sale? I can do everything, anything. انت الكلب اللي بيطلع في توم وجيري صح؟ ايوه انت. ايوه وعندك بيت كده اللي هو وعندك بيبي بيخطفوا منك توم وجيري وانت ترجعه. اي عارف. No! I'm not the dog. No, I'm not the dog. Please. No. I'm not the dog. No. 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 I'm not the dog. No. No. I'm not the dog. I'm not the dog. I'm not the dog. Please, I'm not. I'm customer service from the bank. No. Bank behind you. Who? I'm from the bank behind you. Why? What? Here. Who are you? I'm from the bank. I'm not the dog. No. No, I'm not the dog. عموما عايز اكل. اتكل على الله ما عندناش اكل. ما تقرفوناش في عيشتنا وخلاص. يعني الموضوع بسيط. احنا ما بنبيعش اكل على يدك. اهو لسه داخله في وانا بقول ما عندنا اكل. طب دوق الكفت. طب دوق ال جالوستين واقف. وجالوستين بيتكلم انجليزي. عنك عنك انت يا عيني. انا اشوف جالوستين ده بيقول ايه. Hello, Mrs. Hulk. How are you? Hulk ايه؟ عرفت عرفت. لو النبي. اي. مين ده؟ طيب انا علي 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 علي. اهلا استاذ علي اس 6. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. انا شغال في البنك اللي لازق فيكوا على طول ده. شغال خدمة عملاء. يعني بترش ميه قدام البنك يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ خدمة عملاء. إيه؟ يعني العميل قبل ما يجي يمسح له الكرسي. يعني ساعي. ايوه شغال ساعي. انا ساعي في البنك اللي لازق فيكوا ده. طب ما تقول كده. انا ساعي وجاي يعني عشان لو حضراتكم يعني بعد طبعا المكسب الكبير اللي انتوا اكيد فيه فلوس تمام. فالفلوس دي تيجي تحطها في حساب عندنا في البنك. وحضرتك احنا بنك الامان وفلوسك معانا في امان. ايوه كانت. كانت ايه وايه؟ ايه يا باشا؟ كانت ايه؟ لا انا بديت هيوقف بالجديد. ايوه كانت تمام. فيعني لو حضرتك عايزين تفتح حساب وبنك الامان بقى ليه؟ لانه ضد السرقه. مستحيل يتسرق تماما. بنك اللي هو احنا هنسرقه ده صح؟ اللي ايه؟ اللي انت بتتكلم اللي ايه معلش؟ اللي احنا هنسلقه. هتسلقه؟ في بنك بيتسلق وات؟ بنك الطعام. ولا انا بنك مالتي. ولا تعالي بس كده قول يا باشا كمل انت. تمام ليه بقى؟ لان الخزنه موجوده في مكان سري جدا ما حدش يقدر يوصل له. فين بقى؟ موجوده جوه الكوريدور. بتمشي بعد الكوريدور بتلاقي اوضه. فين الكوريدور؟ في البنك. تمام الاوضه دي بقى لازقه فين؟ فين قول لي فين؟ فين لازقه؟
جنب الحيطه دي على طول. الحيطه ده ايه؟ اه محدش يقدر يدخل الخزنه غير مثلا لو هيجي يكسر في الحيطه دي. وما يكسرش من اي حته لو سمحت. منين؟ ليه بقى؟ يسيب اخر تلت ويسيب اول تلت يكسر في النص. ليه؟ ليه؟ سالتني وقلت لي ليه؟ لان من تحت مسلح ومن فوق مسلح، لكن اللي في النص ده طوب احمر يتكسر عادي. عادي عادي جدا. حلو، يعني انا اسيب النص اللي فوق واسيب النص اللي تحت عشان مسلح. اكسر في النص بالظبط ابقى عندي الخزنه على طول، ولا بقى 140 متر ولا الحاجات دي ولا ولا العبط. لا احنا هنأكر فيزب بكره. تمام حلو. ولو دخل جوه كمان مش هيقدر يسرق الخزنه لان هي برقم سري، والرقم السري معايا انا. ايه 4 اصفار؟ هو موبايل جديد، ايه 4 اصفار دي؟ ايه 1 2 3 4. لا طبعا، ومش 4 3 2 1، يعني اكيد مش هقول لك انا مش 4 3 2 1. لا مستحيل. نو تش تش انا افيلبل. ليه انا افيلبل مان؟ اف يو كرييت اكونت Please fail this application. I come to me. Okay. Okay. I'm good, man. What the hell? Okay. Shut up, your Mickey Mouse. Okay. 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 Goodbye. Goodbye. This is all. Bye bye. Oh. Bye bye. ما هو الراجل ده يا إما الكلب بتاع توم وجيري يا إما الولية اللي بتمشي بنصات تحتاني بس. أيوه صح. عارفاها فاكراها؟ جدع يا في نص بس احنا مش شايفين بقيته. صح يلا. هو الراجل ده. ده ايه ده؟ ده انت فهمت منه حاجه؟ فهمت كل حاجه. ده عايزنا نفتح حساب عندهم في البنك اللي ورانا ده. حساب في البنك؟ عرفوا ان الدنيا مشيت معانا فهنفتح حساب في البنك. خش ادفع السبائن. فلوسنا تبقى في امان. خش ادفع السبائن. ماشي هدفع السبائن. في امان ولا مش في امان؟ ماشي. يا رفاعي. ايه؟ ايه يا رفاعي؟ فين انت؟ فين يا رفاعي؟ شغال. شغال ايه يا انسان؟ ما فتحت المحل ما شفتش وشك. معلش. تيجي تشوف مراتك وهي اغنى واحده في الدنيا والمحل بيكسب قد كده. مش مهم يكسب كام يا سماره، انا بصراحه مش عامل المحل ده عشان المكسب. امال عامله ليه؟ عامله عشان هسرق البنك اللي وراه. يا نهار اسود يا رفاعي ليه؟ لازم تبقى عارفه بقى عشان تعرفتيني. عارفه ايه؟ ده المحل بيكسب، ده انا بكسب قد كده في اليوم. بتكسبي كام يعني؟ بكسب 5000 جنيه. الخزنه فيها 20 مليون دولار. ناوي تسرق امتى يا رفاعي؟ عرفتي بقى ان انت بتعملي شغل ملوش لازمه؟ عندك حق والله. ومصدعاني. طب بس انا في مشكله. انا في مخرج كلمني وقال لي ان هو هيجي يصور اعلان دلوقتي للمحل عشان ينزلوا لي في التلفزيون. برضه يا سماره عملت اللي في دماغي. معلش. طب قابله عشان خاطر. عشان خاطر. ماشي. هو زمانه جاي دلوقتي. يا اهلا الله يا اللي هنا. اهو جه. هو ده. سلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. يا عم انا دايخ عليكم الصبح يا عم. في ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك المخرج؟ ايوه يا عم انا دايخ عليكم. هتقول لي ان المطعم جنب الاستاد على طول هفه. استاد ايه يا عم؟ ده مين حضرتك؟ انا حماده كوتو المخرج. ايوه. ايه حماده توتو ده يعني؟ ايه؟ ايه حماده توتو ده؟ ايه توتو دي يا حاجه؟ هو انا ابنك ولا ايه؟ لا انت هترد عليه ولا هتفضل تمسحلي في حرقك؟ رد يا هاني. طب رد. ايه يا استاذ؟ ايه يا حضرتك اخرجت ايه قبل كده؟ ايه؟ اخرجت ايه قبل كده؟ اخرجت اهلي قبل كده كلهم من البيت وقعدت في البيت لوحدي. في حاجة؟ أنت مخرج يعني كويس؟ أيوه مخرج. طب عايزين نعمل إعلان لسمارة. مين اللي هتبقى بطلة الإعلان؟ سمارة. الأستاذة؟ لا مفيش كاميرا على مقاسها والله. هات 2 يا عم أنا معايا فلوس كتير. لا هنجيب كتير. بقول لك إيه، ما تفتح كده تدخل الشمس والهوا كده. ها؟ دخل لنا كده من الستاير الدنيا. ترى يا أستاذ كوكو في إيه؟ كوكو؟ وأنا فرخة يا حاجة ولا إيه؟ أنت هترد عليه ولا أرد أنا؟ أنا هرد. بقول لك إيه؟ اقف عوج واتكلم عدل يالا. كده يعني اكلمك كده؟ هتبقى مبسوط؟ انا ما بحبش المثل ده. ليه؟ عشان ملوش معنى. ازاي؟ اقف عوج واتكلم عدل ده كلام فاضي. عايز حاجه؟ عايز حاجه ايه ماله ده؟ انت بتجيب بقسماط ايه اللي؟ اعمل لنا بقى اعلان حلو بقى عشان الست. اعمل لك. طب اعمل لك صينيه بطاطس بالمره معانا؟ في ايه؟ انت انت ليمد ليه يا؟ ليمد عشان انت مهزأ. انا مهزأ؟ انا مخرج. طب ما تخرج. اخرج يعني خلاص تمام؟ انا فين الكاميرات اللي معايا؟ الكاميرات اهي يا باشا. اهي 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 يا باشا. يلا يلا يا باشا احنا كده دايرين. واحد مجنون ويقول لي يا باشا فين الكاميرا يا باشا؟ الكاميرا يا باشا اهي يا باشا. دخلني بكرشك وماشي بيه كده وفرحان وماشي. سلام عليكم وبتاع. فين الكاميرا؟ الكاميرا اهي يا باشا. انت دلوقتي قدامي اهو شايفك. انا صور بكوعك يعني؟ ايوه يا باشا هنا الكاميرا. والاعلان ينزل على صوابعك بقى بعد كده ولا بنجيب الرجاله بقى؟ ده بنبيض. خد يا رجاله. ايه ده؟ تعالوا يا رجاله. ما هو دول اللي هيعملوا الاعلان معاك. ده ولا طليقك ولا جوز ايه؟ انت بتتدخل في عيلتنا ليه؟ معلش انا بفهم. تعال الرجاله دي ان شاء الله اللي هتعمل الاعلان مع سماره. ماشي؟ بامر الله ان شاء الله. ماشي؟ ايه ده؟
هو انتوا بتحاربوا الجراثيم في المطعم يعني؟ دي فكره الاعلان زي دي تقول كده يطلع ويضربوه بالشبشب وكده؟ لا يا بيه. امال ايه ده؟ هو ده مش بتاع لعبه ازاي تخنق جارك؟ هو خلي بالك هيحط شطه في الشامبو، انا حافظها. لا انا مركز معاك، انا هشبطك على وشك دلوقتي. ده لعيب، ده حافظها والله. ايه ده انت جايبه ليه؟ هنلعب ولا هنعمل؟ يا باشا ده مخرج عالمي، ده اول مخرج في العالم يصور بكوعه. يصور ايه؟ بكوعه. ده مخرج سباك ولا ايه؟ ما انا مش عارف، بس هو دخل قال لي يلا يا بيه، ومشيلي بكرشه كده وجامد على الدنيا قوي. ده مخرج ولا عمخرج؟ عشان افهم الدنيا بس. والله هي اللي جايباه مش انا. ماشي، ربنا يستر عليهم. هتصور بايه يا بيه؟ خلصته؟ ليه؟ خلصت ولا اخش اخد دش على ما تخلصوا؟ لا ايه ده تنك تنكت حسن كامل قوي. ايه يا استاذ تونه مالك؟ تونه؟ اه. ما تشيليني تنيميني على كتفك يا حاجه، في ايه؟ انت خليك واقف كده. انا واقف. انت ما تردش عليا يا استاذ حماده. زق انت، زق انت. فين الكاميرا يا بيه؟ انا هدفع فلوس في الارض يا باشا. انا هصور لك الاعلان، مش ليك تشوف الاعلان. الكاميرا هي اشوفه فين على قرطك يعني؟ اشوفه فين؟ ما فاهم. انت مشترك في قناه اورتو؟ اورتو؟ اه. انا مشترك في اورتو سبورت لسه. بقى اورتو دي ما اعرفش بقى. هتجيلك دي ما تقلق. لا ده عبيط. انا ماشي سلام. تمام يلا. انتوا اللي معايا في الاعلان ان شاء الله. ان شاء الله. شيل ايدك من جيبك، خليك محترم. اما نبدا يا باشا. شيل ايدك من جيبك. هاهو. ماشي لو سمحت. يلا 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 هنبتدي الاعلان. لو سمحت وقف لي بوشك بعد اذنك. يلا يلا يا باشا. ايه ده هيكفي؟ هيكفي لخبطه. انا كنت بوشي. ما تستهبلش بقى، انت واقف في ظهرك من الاول وانا سايبك بقى وبوشك بقى. ايه ده في ايه؟ لا حضرتك مش فاهم. مش فاهم صح. ايه هو؟ معلش، هو وشه شبه ظهره، بس احنا بنعرف اللي فيه البق ده وشه. احنا بنعلمهم بكده يعني، الناحيه اللي فيها بق دي بنكلمه منها. انت هتشتغلني انا؟ لا انا انت من كوكب الارض اصلا؟ اه والله. طب وقف لي بوشك بعد اذنك. يلا. هو في، هو انا مش عامل الواجب في ايه؟ اسمع الكلام. في ايه؟ اهو هرفع ايدي كمان يا بيه. ايوه كده اهو. اسمع الكلام. حاضر. بس يلا نبدا يا عم. ياما شهر العسل ده يخلص. ده على اساس انك ما بتخافش. انا كمان. يلا ماشي. يلا يلا يلا, يلا بس يا مستر عمال تزغزغني. انا والله عليك واقف زي ما قلت لي. لو زغزغتي تاني هحطك في النوتي شير. لا نوتي شير ايه؟ هحطك في النوتي بانيو. ماشي ماشي يا استاذ ست. حاضر ماشي. اتفضل. يلا يلا. انا مبسوط قوي. انا حابب اقول لكم حاجه قبل ما نبتدي. اتفضل. انتوا ناس مهزقه بس تمام. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عشان نبقى فاهمين. لا لا انت راجل عسل. تمام. الله يكرمك. الله يكرمك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لك عشان هنبتدي، مش عشان بس ايه منطق. لا يعني معاك سخن. انا بشتغل مع رجاله. حاضر ماشي. ايوه اكشن نبتدي. ماشي تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اكشن. دلال فين الاكل يا دلال؟ الاكل اتحرق. اتحرق؟ طب روحي وانتي. لا 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 يا بابا اتطلع. بابا ليه اتطلع؟ بابا ليه اتطلع؟ ايه التمثيل الكفار ده؟ الله ما ايه ده؟ انا يعني قلت حبيت ابقى بسيط يعني. بسيط ايه؟ كان ناقص لك تقول ولاتي والعزة بس. لا انا يعني... انت كده بسيط؟ اه. ده انت بلعت كوعي في بقك. ايوه بخصوص كوعي ده فين الكاميرا بجد بقى؟ الكاميرا هنا يا بابا. دي الكاميرا؟ اه. اشغل لك الصوت؟ يلا يلا جاهزين؟ جاهزين؟ ما هو اليوم ايه؟ قال لك دي كاميرا. ايوه يا ولا. ايوه هنروح فين تاني يا دنيا؟ يلا يا بيه. يلا. هو انت عامل دور جمل في المسرحيه؟ ايه رجلي دي؟ لا ده هيك بس صباعي مدوحه. صباعك مدوحه؟ انت رجلك كلها صباع؟ طب يلا يلا بيه. ايوه مكاني؟ ده امين فصل قوي والله بيرتبنا. بص ايوه ما تخافوش ما تخافوش والله انا بقى. ما تخافوش ايه؟ انت عمال تصوره من الصبح وسايبني انا. انا صورتك. إيه؟ صورت ايه؟ صورت حاجات كتيره مني. وصلت لحد فين؟ صورت صباعك الصغير كله. بص بقى بص بقى. انت فاكره الموضوع عليك. سهل؟ سهل ايه؟ انا بطلة الاعلام. معلش. بقى حاجه فاطمه عيد لو سمحت بعد اذنك. ايه؟ هناخد من اول اللي قال ايه ده، انا ما اعرفش اسمك ايه ومش عايز اعرف. تمام؟ حاضر. هناخد من اول الراجل الحلو ده وانتوا تمام، انتوا معديين معايا تمام. هنصور بس خليك بسيط. حاضر. بسيط طبيعي. حاضر قوي. ما تهزرش! ما تهزرش معايا! ايه ده؟ التمثيل مش لعبه يا جماعه.
معلش مش هنزعلك، امشي من وشي يا ولا. يا عم ما كلمتوش يا ولا من وشي. خلاص والنبي جنان اللي جينا يا بابل. خلاص قول له اسفين اسفين، ما يزعلش يا عم برضه. بيقول لك ايه؟ اجي بيقول لك اسفين ده. خلاص جنان بقى ايه لو سمحت. خلاص 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 يا اختي كميله ام، وانت يا اختي عين ام ضحكني. خلاص فوق خلاص، ما دام فوقت ما تطولش. خلاص احنا اسفين ماشي خلاص. يلا حضرتك يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعليمات وقف يا باشا بوشك، والله هتبقى ليك حاجه اضرب عشان ما تعيطش وتعمل لنا كينج كونج اللي عملته. يلا بسم الله الرحمن الرحيم من اول. انا خليك بسيط يا ولا بسيط مع يا عم الدلوعه. يلا بينا ارتاح قوي استمتع. الله يا رب يا عم وانت جبت جون في ايه؟ ما خلاص معلش معلش معلش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اكشن. لا لا يا بابا لا لا يا بابا لا في هات هات الكاميرا يا بابا لا وقفني بوش. ايه ده؟ لا يا بابا لا بقى في ايه؟ بتطلق ماما ليه؟ دي ماما لسه صغيرة بتتعلم قارب بيه. ليه يا بابا ليه؟ هتطلق ماما ليه؟ دي ماما لسه صغيرة بتتعلم قارب بيه. بس خد يا بيه. هات يا بيه. شيلة قوي. يلا يا بيه يلا يا بيه يلا يا بيه خلاص يلا. ايه يا تفاعل؟ يلا عشان هنتكل على الله. يلا لسه هنا يا ابني. يلا غرفة ده يلا. ايه ده؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ يلا امشي يلا. انا ما خلصتش الان ايه؟ يا خلص. وحياك ما خلص. خلاص يلا. هتعمل يا بيه. هديك بيه يا مان يا ولد. خلي بالك انت جيت له في منطقته. يلا يلا نمشي. هو بيكلمني هنا ليه؟ جايب قنبله خايف عليك تموت يا اهبل. طب يلا 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 غرفه ده يلا. ما تجيش هنا تاني يا عيوطه. عيوطه؟ معلش. هو ده بتاع بطن كريمه يوجع؟ هو ده قال لك عيوطه ماشي وخلاص بقى غرفه ده يا معلم. عيب يا معلم. ايه يا كينج في ايه؟ انا ده انت الكينج برضه بتقول قدامهم قنبله. انا هفجر دلوقتي. لا ثانيه واحده بس. مفيش وقت تاني، هو ده الوقت المناسب. هقول لك حاجه طيب قبل ما تفجر. عايز ايه؟ من شويه جالي واحد شغال في البنك اللي احنا هنفجره ده دلوقتي حالا، جالي من شويه وقال لي حاجه مهمه، قال لي ان الخزنه بتاعت البنك ورا الحيطه ده اهي، وممكن نسيب التلت اللي فوق عشان مسلح والتلت اللي تحت عشان مسلح، نكسر في النص هنخش هنلاقي الخزنه في قدامنا على طول ولا مفجر ولا حاجه. انت عايز ايه؟ ما تقولوش حاجات فيها معلومات عشان بيتعب وشعره بيكبر. هو ايه اللي قاله ده؟ انا مش فاهم. قال لك اللي فوق مسلخ واللي تحت مسلخ واحنا بقى مش هنعرف. وفي النص كينكومب بقى عشان نأمن بس من الانتشار. انا مش فاهم عايز ايه يا معلم. هو قصده هنحفر في الحته اللي مش مسلخه اللي هي الحلوه. حلوه يعني بدل ما نفجر ونقعد نفجر والحاجات دي هي، ممكن نكسر الحيطه اسهل. والمتعه فين بقى؟ متعه. هي سهله كده الدنيا خلاص كده؟ لا يا حبيبي، احنا لو كسرنا الحيطه وعدينا بسهوله مش هنلاقي غير ظرف كده فيه 1000 جنيه يدولنا ويقولوا لنا اتكلوا على الله. لكن لو شقينا وتعبنا وفجرنا وحفرنا 140 متر وحفرنا كده بدماغنا بالمسامير، فربنا هيدينا على قد تعبنا هنلاقي ملايين. يا معلم نص كلامك على راسي حلو وفي حكم، بس مش ده مكانه. يعني ينفع بسبوسه على ملوخيه؟ هو بياكلها عادي، كان لسه متغدي بسبوسه بجد. لا خلاص يبقى فجر يا معلم فجر. انا هفجر دلوقتي فجر. بس الصوت هيبقى جامد جدا ماشي، لدرجه ان احنا ممكن نصدع. معاكوا كتفاست ولا انا ولا ايه بقى؟ معانا ايه؟ كتفاست. انت خايف ان احنا نصدع واحنا اصلا مش هيبقى فيه روح عشان تصدع؟ ده احنا هنصدع لفوق. معاكوا كتفاست ولا لا؟ معناش. ولا معاييه. ولا انا معاك. لا يبقى نكسر الحيطه ونعدي بقى. ارمي لي دي يا بيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه ده؟ نكسر ايه يا معلم؟ طب والتعب والشقه وال2000 جنيه اللي هنلاقيهم في زار نصيبنا بقى. والمتعه. المتعه؟ هتستمتع ازاي وانا مصدع؟ انت كتفاست لغير وجهه نظرك في الخطه؟ ايوه، عشان المفروض يبقى معاكوا كتفاست.
انا ما اقول انا تبكي انا جاني خلاص خلاص هات له ام علي بيحب ام علي خد خلاص هنجيب لك يا معلم خلاص يلا كل واحد ياخد اجنه يلا تعال ورايا هنكسر منين بقى انت قلت منين يلا من هنا هنا اهو من النص اللي مش مسلح جاهزين في النص ايوه يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ضربة الرجل واحد والله كسرنا الحيطة كسرنا الحيطة كسرنا احنا جايين نعمل اربع بطايق يا باشا بس دافعين المومية عاملين الاستمارة المومية فعشان كده جينا مستعجلين يعني احنا اسفين لو الدخلة شكلها مش شيك بس الباب عليه زحمة قلنا احنا مش غرب يعني فجينا من الحيطة ينفع تخدوني الخدة دي؟ ينفع وانا قاعد اتخض الخده دي يعني؟ يعني انا افتكرتكم البلديه كنت هلم الفرش واجري هو حيط فرش بمحاضر يا بيه احنا اسفين احنا اسفين يلا يلا ازعجناك يلا خد احنا اسفين يا باشا والله احنا كسرنا الحيطه عشان هنركب تكييف فداك الحيط انا كده كده كنت عايز اوسع الاوضه خيري ورشاد وبدوي ما قالش اسم الحمد لله احنا اربعه يا باشا أربعة. وحسن مثلا نيه الحكومه كانت بتدور عليكم بقالها ثلاث ساعات ودينا جينا بسرعه اهو الحمد لله ادونا مكافاه بقى ده احنا هنكافئك مكافاه انتوا عليكم قواضي كتير قوي يا حضرات انتوا عليكم قضيه اقتحام اسم اثناء تاديه عمل أو ده عيب اللي ذاكر وما راجعش كان ممكن يجيب مجموعة أحلى لو سهر ساعتين زيادة اقتحام اسم أثناء تأدية عمل ده قضية مش كم قضية كبيرة جدا مش مفهومة القضية دي قضية معقدة فعشان كده هي يعني ماشي ماشي وعليك قضية بروز مين ده؟ أنت عليك قضية بروز أنا قصده قضية بروز دي بتبقى للمباني يعني عندك حاجة زايدة كده مباني أي ما عنديش مباني يا باشا لا يا باشا عندك بروز فين؟ شعرك طالع بره دماغك طب ما أنت شعرك طالع بره دماغك أنا حر تشريكي ده باشا أنا حر ماشي يا باشا وأنت كمان عليك قضية أنا؟ أيوة فاتح شباك في الوجه أهو عجبتك وأنت يا حبيبي بني مطب صناعي في مكان غير غمام مش فاكر نوع القضيه هو بيسنن بس هنشوف لك حاجه هنشوف لك وده يا باشا لا ده حبيبي مالكش دعوه الله يخليك انا حر انت شريكي لا خلاص انا حر الاسم بتاعي بقول لك ايه ده لوحده اجروا اجروا بسرعه اثبت مكانك انت وهو ايه ده انا النقيب عمر افندي ده انا كل لبسي من حضرتك والله كله جوه وبره اوريك اثبت مكانك وريني ايه اثبت مكانك انت وهو انا المقدم سدناوي ايه ده اثبت مكانك انت وهو التوحيد والنور جه التوحيد والنور اثبت مكانك انت وهو بس اتش اند ام واطي لا انا المقدم اوكازيون على المحلات دي كلها ايه يا جماعه احنا ايه اللي بيحصل اثبت مكانك انت وهو انا اللواء فلان الفلان ده لسه هيفتح ده تحت الانشاء بيبقوا مسمعينه باخضر كده طيب اثبتوا مكانكم انت وهو احنا الفوركاتس هو مايا وانا دياب ايوه ونيكولا اهي ايه يا ابني اللي انتوا بتعملوه ده معقوله السلام عليكم وعليكم السلام انا صاحب معالي من زمان يا ابني ما واضحه يا ايه دي يا باشا ايه اللي واضحه عشان انا يعني بقيت اقلق من نفسي قول له هو ده اسم قول له كده هو ده اسمي ده والله العظيم
يا ابني واضحه يا ابني، انت مراتك بتكسب وفاتحه المحل وزي الفل، ليه تفكر انك انت تكسب بالحرام؟ عشان كيفك كده؟ كيفك كده ايه يا ابني؟ بص انا هقول لك الملخص اللي بقوله دايما في الاخر. بس يا رب تبقى حافظه. يا رب. السلام عليكم. قول اي حاجه وقول له هينسى. اه ينسى خلاص. ها؟ ايه يا باشا؟ يا ابني. ايوه. لا. اصبر يا. سلامتك. ايوه. يا ابني. ايوه. الحلال مفيش احسن منه. الله الله الله، ما طلع عليك.